نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في أعمال القمة الكورية الإفريقية الأولى التي تعقد بالعاصمة الكورية سيول. ونقلت وزيرة التعاون الدولي تحيات الرئيس السيسي لنظيره الكوري الجنوبي وتمنياته أن ترسخ القمة أسسا قوية للعلاقات الكورية الأفريقية المشتركة، ما يدفع جهود التنمية ويلبي متطلباتها في القارة. هذا ومن المقرر أن تلقي رانيا المشاط كلمة أمام مصر في القمة.